شيخ أبو بصير نستأنف الحديث من حيث توقفنا لكن مجرد تذكير بما تحدثنا عنه في المراجعة السابقة خرجتم من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى مصر ومن مصر إلى باكستان كراتشي أولا ثم إلى بيشاور وتكلمنا قليلا عن حال الجهاد الأفغاني في بداياته ووصل بنا الكلام عندما كنت ستحدثني عن التنظيمات الاسلاميه السوريه وكانك عندما وصلت باكستان وصلت افغانستان بدات تطلع على بعض ما لم تكن مطلعا عليه من قبل اعوذ <applause> 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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام <applause> كما ذكرت لكم من قبل لما خرجت يعني الى تلك المرحله كنت اظن انني انا الوحيد المطارد في من, من الشعب السوري يعني ما كان عندي تصور انه المعارضه السوريه الاسلاميه تشكل نفسها في مواطن معينه فما كان عندي هذا التصور فكان يعني خل... ظننت انه انا بمفردي وحسبك الله يا ابا بصير كتبت عليك و... قلت يعني كانت عندي نية الإقامة في يعني في أفغانستان وهناك والباكستان هذه كل منطقة يعني بحيث إنه يعني ما كان في خيار آخر لكن بلغتني معلومة آه إنه آه في أخوة سوريين موجودين في الأردن ومن المعارضة ويعني هم آه يعد يعني يكملون الطريق والثورة لم تنتهي. فانا فرحت فرحا شديدا فالاولى ان تنضم اليهم لما قلت انا ظننت ان الثوره بخروجي انتهت هكذا كنت اظن ان ان الثوره انتهت لكن بلغتني مع ان الثوره مستانفه عملها والشباب شغالين والامور طيبه و... وال ففرحت لهذا الامر ورتبت للسفر الى الاردن فلأنه قلت يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم انه يعني حبنا في الدفاع والجهاد في أفغانستان عن أهلنا في أفغانستان الشعب المسلم الأبي هنا لكن في حقيقة في أولويات الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ستجندون جندا في العراق وجندا في اليمن وجندا في الشام عليكم بجند الشام عليكم بجند الشام فإذا وجد جند الشام ما عاد بقى في يعني الخيارات الثانية على قيمتها وعلى أهمية أنها لا تقاوم خيار جند الشام فقلنا لا بد من أن ننضم إلى جند الشام يعني ف... فعزمت آه على الأوبة لكن كان ذلك بعد سبعة أشهر سبعة أشهر لا أدري يعني بهذا الحدود آه قلت دخلنا الآن ف... على عام 81 تقريبا 81 نعم دخلنا في 81 ف آه ذهبنا إلى ال ال الأردن آه فكان العنوان هو المركز الاسلامي ما اعرف انا احد وقتها بعد ما اعرف احد المركز الاسلامي تبع الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين في م. الزرقاء فقلت له لسا اخذني للمركز الاسلامي فالمركز الاسلامي قال لي ادخل حتى وضعني في هيك مهجع تحت هيك يعني مهجع واسع تحت الارض هكذا فجلست فيه وز جاء الاخ سوري اراد قال له وين هذا ابو بصير يعني مشان ياخذني انت كنت تكنى بابي بصير من ذلك الوقت ذاك الوقت هو هاي كنية ابو بصير ايش قصتها؟ من اين جاءت؟ يعني وانت في سوريا ولا لما خرجت؟ لا هذا وانا في سوريا انا في سوريا يعني يعني كنية حركية هو, هو حركي؟ للانصاف للانصاف يعني او لل يعني يعني انا كنت أقع أكي اقرا سير الصحابه والتابعين فمن القصص التي قرأ قصه الصحابي ابي بصير الجليل ذاك الصحابي الذي قال عنه يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم مسعر حرب لو كان معه رجال هذا و... الذي جاء مهاجرا من مهاجر مكه الى المدينه فاعاده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آآ يعني آآ اخذ جانبا اخذ جانبا مم. واخذ يقاتل حرب عصابات بمفرده انت عجبتك الشغله <applause> فعجبت من يومك يعني من ذاك, من ذاك الوقت قلت هذا الصحابي الجليل خلاص بدي سمي اسمي <applause> على اسمه فعرفت بين الأخوة حتى في الداخل يعني كلهم من ذاك من 1980 لذلك الآن لو تقول لهم عبد المنعم مصطفى حليمة لك من هذا عبد المنعم قول أبو بصير الطرطوسي يعني حتى هذا اللي بيسموه جوجل هذا قل له عبد المنعم لك مين هذا قل له ابو بصير هو <applause> في كثير عبد المنعم عبد المنعم في كثير ابو بصير أبو يبدو ما فيش الا يبدو الصحابي وانت فقلت فيعني <applause> عرفت في هذا الاسم الحمد لله وانا <applause> يعني اضفت كلمه الطرطوسي <applause> آه نسبه لهذه المدينه الطيبه باهلها <applause> لانني احبها واحب اهلها و... فقلت لابد من يعني ان ينسب المرء لاهله فقلنا فجاءك هذا الاخ السوري يبحث عنك فالاخ السوري هذا قال لهم يعني وين هذا ابو بصير فتبين لي انه هو الاستاذ عبد الله الطنطاوي فيما بعد أوه. هو, هو الذي يعني جاء اخذني تبين لي هكذا فاخذني من عنده الى نزلنا في بيت من البيوت في الزرقاء من الزرقاء نفسه كمان الاستاذ عبد الله ما ادري بجوز هو الان يذكر هذه القصه ام لا يذكرها بس لكن انا اذكرها جيدا أه فاخذني لاخواننا السواحلي المركز السواحلي هكذا كثير منهم انا اعرفهم من بنياس ومن سواحلي يعني نسبه الى الساحل أهل, الساحل اهل الساحل اهل الساحل اه فلانه هم ايضا حريصين يشوفوني وانا هكذا فيعني جلسنا كي سلمنا على بعضنا البعض واستانسنا بهم ومن هناك بدات يعني جوله ثانيه يعني فيما يتعلق بالحراك وبالثوره السوريه وب... كان الشيخ الالباني في ذاك الوقت وصل للزرقاء ولا لسه؟ في ذاك الوقت لانه يعني سكن في الزرقاء فتره هو نعم هو اظنه في ذاك الوقت الله اعلم يعني ال 81 ما اذكر لكن انا زرته هناك في 83 ممكن ممكن اه يكون في 92 او في 93 ممكن ممكن يكون ممكن يكون موجود يعني ب 82 يعني السنه الاولى لم يحصل لي احتكاك به، كنا مشغولين في اجواء الثوره وكذا، مم. بعد ذلك حصل نسبه فراغ ف يبدو الزرقاء كان فيها اكبر تجمع للسوريين في ذلك الوقت؟ في كانت لا هي لا هي انا الاخوه اللي كانوا في في عمان في مم. في, في حي من احياء الشيخ سعيد حوى كان في عمان؟ كان الشيخ سعيد ايضا في عمان، التقينا بالشيخ سعيد ورحمه الله و التقيت بالمجاهد البطل عدنان عقله والتقينا بكثير من الاحبه والمجاهدين واخواننا وحبايبنا من الساحل ايضا التقينا بهم فهنا حصلت بقى يعني جوله ثانيه من يعني فيما يتعلق في الحراك في سوريا كان الـ يعني الـ الاجواء مشحونه بس معظم اللي بتتكلم عنهم انت هم من الاخوان المسلمين من الاخوان لا لا أني ولا, ولا في ناس ولا هي من الأخوان الإخوان غير الإخوان ايضا في جماعه تابعين للاستاذ عصام العطار لكن كلهم يعني ما ادري بقى يعني مجموعه اخونا عدنان عقله ايضا كانوا موجودين كان لي صله بهم يعني لكن جاءت متاخره قليلا هكذا يعني هو هو عاود دخل على سوريا بعد ذلك و الشيخ عدنان دخل, دخل على دخل على سوريا نحن قد ناتي للحديث لهذه الخطوه ان شاء الله للحديث عنها ف <applause> آه يعني آه يعني هذه كان آه يعني اجواء هكذا فيها نوع من الاخذ والعطي آه آه حصلت آه يعني مجزره حماه كانت هي شوي الـ الـ الحدث الكبير اللي, اللي يعني اقلق الجميع و آه هذه آه حدثت وانت في الاردن انا في الاردن نعم <applause> يمكن بال 82 ما زرت حماه حصلت 82 عم. فانا كنت هناك فكنا كلنا في اضطراب ماذا نفعل ماذا كذا قالوا في نفير للعراق نفير نفير فرحنا نفرنا فكان هذا العبد الفقير مع الناس الذين نفروا عشان تبدو الثوره من العراق نب لا نحن كنا كان الغرض اغاثه اهلنا في حماه آه. يعني كان الغرض النفير انه اهلنا في حماه في كرب في مشكل بكسخر عن طريق العراق طريق العراق ولا بد من ان نغيسهم وان يعني هذا حدث نحن نتكلم لانه اصبح معلوما <applause> يعني وتكلم فيه كثيرون وكتبوا فيه الان مضى يعني عليه يعني عقود ثلاث فبالتالي يعني لكن هي جيد انه اهلنا او الاجيال يعني التاليه ان ان تفقه هذا الحدث فهنا كان <applause> الناس استفادت من الخلاف الذي كان موجودا بين نظام العراقي والنظام النظام السوري نظام نظام السوري نعم كان وقتها يعني للانصاف يعني صدام حسين يعني انا اقول بحكم للخاتمه يعني ما اقول لما قبل الخاتمه للخاتمه التي ختم له اقول رحمه الله هذا مذهبي في الرجل لأن هناك من ينكر علينا كيف تقول رحمه الله وكيف كذا فاقول هذا مذهبي في الرجل لانه مات على التوحيد ويعني الحديث يطول فيما يخصه لكن يعني كرجولة وكموقف إنساني وحقيقة خدم يعني المعارضة السورية بكل أطيافها يعني أنا آسف أن أقول أنه خدم المعارضة السورية بكل اليمين الشمال الوسط الأخوان كل التوجهات خدمهم وكان ينفق عليهم وكان يعني دولة ضمن دولة لكن لما مات ما واحد منهم قال رحمه الله. وكثير منهم يعني كونه كان قتله على يد الامريكان سكتوا. نسوا يعني انا اقول يعني حتى في خلاف ايديولوجي وحزبي والى اخره، لكن الرجل وقف معكم الى نهايه الطريق واعطاكم كل الامكانيات الامكانيات التي اعطاها صدام حسين للمعارضه السوريه بكل اطيافها بما فيهم الاخوان المسلمين لم يعطيها حاكم او نظام لمعارضه طيب انتم لما رحتوا بغداد ايش صار؟ عملتوا معسكرات هناك؟ كانت المعسكرات موجوده م. والحكومه العراقيه قال كل شيء بكون موجود م. بس القرار لكم، فهمنا فيما بعد ان الحكومه العراقيه نفسه يعني صدق ما نصحنا، قال ستحترقون في الصحراء أي. قال لانه ما فيكم غطاء جوي يعني كان احنا متحمسين جدا للخطوه فالمهم بعد ان جاء ناس من دول الخليج، جاء ناس من اكثر من دوله لكي لهذا الغرض، غرض اسمه النفير هذا. لكن عمليا صعبه. كانت نحن قلت لك يعني كان نحن يعني يغلب عنه لازم ندخل. م. يعني هي شوف كان وقتها يعني هي من الاخطاء التي ارتكبها الاخوان حين انذاك انهم منعوا اخواننا الطليعه ان يكون لهم اي تواجد في العراق في في تلك اللحظه. يعني بحيث أن يكون يكونوا هن في الواجهه وهم في فلم يكن للطليعه اي يعني تو... يعني كان ممكن ان نسير اللي هم عدنان عقله أخونا عدنان عقله واخونا عدنان عقله والاخوه الطيبين اللي معه ف يعني كان اقل شيء ان يحصل ما تنزل انا لست مع النزول هكي قوافل وسيارات لا هذا ممكن يعني قصفهم لكن تنزل مجموعة على طريقة أبي بصير الأولى حرب عصابات هكذا تغيث تمد أهلنا في حماية يعني أقل شيء عمل نقول نشعر أنه قمنا بشيء لكن سكروا الطريق كليا لا حرب عصابات لا ممكن يعني كان ممكن تنزل مجموعتان ثلاثة أربعة خمسة بالتسلل عدنان عقلة نزل ما هو شوف مصيره لا نزل لا ما اعتقل فيها نزل وطلع ما هي هاي قضايا اجتهاديه يعني, يعني الناس ماشي لكن هي اقل شيء انه كان كقرار عام انه والله 1000 2000 5000 ربما تجمع وقت عدد كبير آه انه لا ينزل بهذه الصوره المكشوفه لكن قلت تنزل مجموعات نزل إغاثة تنزل سلاح تنزل كذا تغيس اخواننا واهلنا في حماه ما حصل شيء من هذا آه بخلاف الذي ال 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 المعلن عنه فحصل هنا شوي يعني آه <متحدث> يعني انتكاسة في نفوس الشباب ككل يعني وصدمة هكذا أنه أقل إنه مرروا مجموعات يعني كانوا شباب متحمسين فأحبطوا أحبطوا <متحدث> الذي آه، أحبطهم أكثر الذي أحبطهم أكثر أنهم يعني الأخوان أتبعوا آه، وعن الأخوان السوريين أتبعوا موقفهم هذا بالإعلان عن التحالف الوطني لتحرير سوريا آه، هذا التحالف يعني ضم يعني آه، آه، أحزابا نحن وقتها لم نكن نعرف بها شعبنا في سوريا لم يعرف بها آه يعني أحزاب مغمورة ليس لها أي قادة إلا الشيوعيين ولا أحزاب أقصى اليسار كل من يعارض النظام حتى حتى حطوا أمين العام حمود الشوفي اللي هو بيقول إنه أنتماء درزي آه يعني هذا هذا التحالف حتى الآن الأخوان بيعتبروه فتح بل أنا أقول كان له يعني انتكاسة كبيرة على مشاعر المقاتلين والمجاهدين والشعب السوري المسلم لانه نحن يعني ما خرجنا على نظام بعثي علماني قرمطي الى اخره لنتحالف مع قرامطه وبعث الاخر واحزاب علمانيه فكان في تناقض في شيء من فحصل يعني نوع من الفرقه في الصف لانه هي العمده ليس على هؤلاء حتى الان في سوريا من يقاتل؟ وانت لما انا اقول لك عفوا يا استاذ ابو نازي مم. في سوريا الان من يقاتل؟ من قبل من كان يقاتل في الثوره الاولى؟ الان في الثوره هذه من يقاتل؟ انا حتى الان بحكم خبرتي واحتكاكي وجولتي مع الاخوه والاحبه في الداخل ما في واحد علماني ما شفت واحد علماني كلهم لله لله يعني هي لله في سبيل الله وشهادة وكلهم حريصين على أنه إذا كتب يكون شهيد في الله ما في, ما في واحد إلا كان علماني ما في واحد في الداخل بيقول لك انا عم اقاتل وانا علماني فهؤلاء مشغولين في الخارج لتقسيم الكعك فيما بعد لكن على الارض انت مش الذي يقاتل الذي يقاتل هو المسلم الذي له عند يؤمن بالشهاده يؤمن بالجنه يؤمن بانه في شهيد ومعاني الشهاده ومعاني التضحيه ويعرف انه قادم على خير عظيم فبالتالي هو الذي يتقدم ف يعني هذا 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 يعني عصب الثوره من الأولى ضرب بهذا يعني لأنه صار الشباب يقول لك نحن ما معنا ما عندي استعداد أن أقاتل تقول لي تشلي حافظ أسد جيب لي حمد شوفي يعني تشلي البعث جيب لي بعث ونصيري وتشلي نصيري آه ما ما خرج ما خرجنا لهذا فصار إحباط أكبر ثم أدى إلى التفرق يعني نص صف الإخوان يعني انقسم الطليعة ابتعدت نات بجانبها لان الطليعه كانت ترى الـ الـ يعني الحل العسكري ثم لا ترى هذا التحالف لأن التحالف صرف الهدف الثوره عن اهدافها الاسلاميه آآ آآ ايضا مجموعه الاستاذ جماعه الاستاذ عصام عطار ايضا انفصلوا ابتعدوا تركوا الساحه يعني إذن حين اصدروا اصدروا يعني رساله هكا نظرات في التحالف الوطني للجامعة يعني نقدا له نقدا له يعني ترك اثار سلبيه جدا على وحده الصف على صفاء المنهج وصفاء الهدف وشيخ ابو بصير هذه التحالفات اللي بتحصل ويدخل فيها مختلف الناس من اصحاب الايديولوجيات المختلفه في السياسه الدوليه لما انت بتكون محتاج الى دعم نظام مثل نظام صدام حسين او مثل الان الناس بحاجه الى دعم هذه الجهه وتلك الجهه القرار لا يكون خالصا لك يعني تداخلات السياسة الدولية في بعض الأوقات تفرض على الناس خيارات ليست بالضرورة هي المحببة إلى قلوبهم يعني تفرض عليهم أمرا واقعا فهو بغض النظر أنه هذا اجتهاد صائب أو غير صائب أليس من الأسلم أن نحاكمه على أنه اجتهاد بدل أن دعني دعني نحاكمه أقول. على أنه شيء آخر دعني أقول لك شيء يعني نحن كنا نود حتى هذا الاجتهاد لنا عليه تحفظ لنا عليه رد يعني يمكن ان يكون الانسان تحفظ على اي اجتهاد لكن, لكن اشتهاد كنا نود ان يكون يعني بالنسبه للاخوان السوريين ان هذا الخيار هو اجتهاد اجتهدوا فاخطاوا لكن هذا الاجتهاد لا يزالون يتماجدون به حتى الان بل فعلوه واتبعوه بتحالفات اكثر سوءا واكثر ضررا على الحركه ال ال الإسلامية وحركة المعارضة وعلى معنويات شعبنا مما دل أن هذه التحالفات تمشي في عروقهم يعني يعني بعد هذا التحالف ما أدى بنتيجة ما أعطى أي نتيجة كانت نتائجه كثير مدمرة وإلى آخره صح ظهروا بوجه أنهم منفتحين أمام الآخرين أنا أقول لك من أخطاء ومزالق وم هذه التحالفات أن أنها عرّفت شعبنا وأهلنا على هذه الفرق وعلى هذه الأحزاب واحد ما كان حد بيعرفها انا حمود شو ما حكيت حافظ اسمه ولا بعرفه عرفوني حفظوني اسمه حتى الان حافظ اسمه ف ف فاقول لك يعني اخر شيء في النهايه طلع عبد الحليم خدام قال نعمل بعض تحالف يا اخوانا شو التحالفات ماشي في دمكم ماشي في دمكم التحالفات يعني صدرهم منفتح لاهل الشر مع احترام الشديد لهم يعني اخر تحالف عملوا جبهه الخلاص جبهة مع عبد الحليم خدام، أربعين سنه وهو يخدم الطاغوت، حتى الان عبد الحليم خدام لم يندد بعهد ومرحله حافظ الاسد. هو مشكلته مع بشار مش مع حافظ الاسد، بيعتبر انه العهد الذي قضاه مع حافظ الاسد صائب وجيد وهو لا يعتذر عنه. فتيجي انا الان لا اريد ان اذكر مراقب الاخوان كذا يجلس معه وانه والله فتح فتح. المصيبة الكبرى بعد ذلك اظن بعد احداث غزة المؤلمة لنا ولجميع اهلنا الاخوان اعلنوا الانفصال عن خدام وقالوا نحن نجمد المعارضة ضد بشار الاسد نعطي فرصة للمقاومة والممانعة يعني ما تزالون مقتنعين انه هذا عنده مقاومة وممانعة يعني التجارب القديمة ما علمتكم؟ انه هذا كذاب وما مقاوم ولا ممانع لذلك انا قلت لك تجربه التحالف الاولى يعني تمشي في عروقهم لا بس ما نستطيع ان أت ننكر يعني اتبعوها في اتبعوها بتحالفات ابو بصير في حقيقه تاريخيه وهو انه قبل الثوره السوريه هذه الثوره الاخيره قبل هذه الانتفاضه الشعبيه المنطقه العربيه كانت مقسومه الى محورين محور اسمه محور الاعتدال يقوده نظام مبارك ومعه بعض الانظمه العربيه الاخرى وهو مع السياسه الامريكيه ومحور اخر في سوريا وفي ايران وفي الفصائل الفلسطينيه، هذا كان امر واقع. في ضمن هذه المنظومه كانت الناس بين خيارين لا ثالث لهما. لما اجت الثوره السوريه اختلفت الخارطه، اختلفت التحالفات، راح هذا المنظومه هي كلياتها انضربت ما عادت موجوده. أنا, انا قبل قبل لكن ما انا قبل الثوره يعني انا قبل ك... الثوره السوريه بعمل خيار ثالث. بعمل خيار ثالث كمسلم. لا مع منظومه مبارك ولا مع منظومه هذا الكذاب الدجال انا لا يمكن ان انصهر في منظومه اعلم مسبقا انها دجل وكذب وانا ادرس ابنائي والاجيال وكذا ان حافظ الاسد باع الجولان ولا يمكن ان يكون مقاوما وممانعا وانه على العدو الاول للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني وانه يتكئ عليهم منذ كذا سنه وولده حافظ الدرس لما فقد الاتكاء عليهم هو الان يصفيهم مره ثانيه انا اقول هذا ما ينبغي ان اقول في خيار ثالث المحور محور المحور الثالث هو ان اشكل موقف مستقل كمسلم لثقافتي لعقيدتي لمرجعيتي ما أدخل في يا خيار حسني مبارك خيار بشار الاسد هذا قد يقوله اي واحد اما كمسلم له ثقافته له دينه له عقيدته له الشيء الذي يميزه لا يقبل منه هذا لكن مع ذلك انا اقول هذا الكلام لا بس انت أشوف أنا شوف انا لا اريد ان حركات المقاومه الفلسطينيه ما كان بامكانها انها تجد خيار ثاني سناتي للحديث عن اخواننا نحن نتكلم عنهم احنا ما لا لا, لا هم الاخوان السوريين م. يعني من باب التعاطف مع هذا المحور جمدوا جمدوا المعارضة, جمدوا المعارضه باب التعاطف جمدوا المعارضه سنتين <applause> الى ان حصلت الثوره. هو اصلا شو كانت عامل المعارضه؟ انا عارف لا لكن هي لا من كموقف سياسي يا استاذ ابو كموقف هم سياسي كانوا يجردون كموقف و... يعني تحالفي يعني شوف هنا مثلا في بريطانيا يعني انا ارجو هذا الكلام ليس من باب النقد لهم يعني من باب ان ان يراجعوا حساباتهم انا ارى ان الحركه الاسلاميه بكل اطيافها ينبغي ان تنعكف على نفسها اقبالا مشورة، استماعا، ما هي قصته ما رأيك؟ ماذا ترى؟ ما نستفيد من بعضنا البعض، نستفيد من خبراتنا نستفيد من, من الجميع أقول لك، فيعني من باب أولى مرحليا أنه الحركة الإسلامية فيما بينها بكل أطيافها تنعكف على، ثم بعد ذلك إذا وجدت فائدة في أن تسمع للآخرين وتستشير الآخرين فهذا يحصل، لكن صدرهم ضيق جدا على يعني ما خلوا هان علماني ما خلوا انصيري ما خلوا الا جلسوا معه هذا العبد الفقير 15 سنه هم يعرفونني من ايام الاردن وبيتهم قد لا يبعد عن بيتي امتارا مش ممكن ان نجلس معه ليش؟ المانع من عندك ولا من عندهم؟ من عندي انا انا, أنا, أنا, أنا بتمنى لو واحد يقول لي تفضل يا يعني شيخ خلينا نسمع خلينا نجلس غدا ناتي طب ليش بفكرك ما بدو؟ ما بعرف اسالهم صدرهم ضيق يا استاذ عفوا يا استاذ عزاء صدرهم ضيق لذلك انا صدورنا مفتوحه للحوار اقول افتح صدرك لاخوانك وللمسلمين ولابناء جلدتك ولابناء حركتك حتى تكون قبل ان تكون مفتوح للاخرين لبشار وللناس وللاحزاب العلمانيه وكذا افتح لاخوانك اسمع اجلس معنا مش ممكن اطلع 15 سنه يعني بيستخفوا بنا وطبعا هذا ليست انا يعني تحديدا كل من كان على نهجنا وعلى من انت حتى نجلس معك؟ ومن انت حتى نسمع منك؟ يا اخي انا اخوك في الله اخوك المسلم صدرك لا ينفت فانا اقول لا بد حتى اشوف اخواننا في حماس انا بحترمهم ويعني الابطال هذول القساميين انا هذول بحترمهم كثير هذول المجاهدين ابطال وصلى الله عز وجل ان يقويهم وان يحفظهم لكن ايضا لي عتب عليهم أنه هناك في مجموعات يعني تصنف نفسها أنها سلفية جهادية وإلى آخره لماذا لا تقبل عليه إلا بنوع سجن أو بنوع إعراض أو نوع إدبار أو نوع تصفية كما حصل مع الشيخ أبن نور بينما في المقابل فتح الشعبية للشيوعيين كلهم عملي مقبلة عليه خلينا نأخذ فاصل قصير خذ فاصل قصير لا بس <applause> طيب شيخ بصير كنا نتكلم عن تجربه العراق لا. وما نتج عنها من احباطات وتفرق الصف ماذا حدث بعد ذلك لكن نحن سنتكلم ما الذي حدث لكن الجزئيه الاولى استاذنك في ان اتمها لانه فيها نصيحه لاخواننا فيها انا اقول هذا كلام المشفق المحب ليست نصيحه الناقد الطاعم نصيحة المشفق المحب أقبلوا على أخوانكم القيادة المميزة هي القادرة على احتواء الشباب بكل أطيافهم أنا متى أخسرك بكون غير قادر على احتوائك عندك طاقات عندك شيء ما يميزك ما عندي طاقة على أن أحتويك فأخسرك بل أدخل معك أحيانا في خصومة لكن بنفس الوقت لو كان عندي مهارات القيادة المميز بجلس معك ماذا تريد الخير الذي عندك استثمره أه نحن قضيه انا اعرف المقاومه في غزه وفي فلسطين لها يعني ضوابطها لها سياساتها لها ظروفها الدولية والمحلي انا بجلس مع الاخوه كلهم ناقشهم تبوا طيب يا اخواننا لا يمكن هكذا العمل الفردي لا يمكن العمل كذا لابد من اعداد جماعي لابد فبالتالي هو هذا الموضوع بالتالي لابد يحتاج الى بيحتاج إلى, الى يعني حوار. حتى انا اقصد لكن <applause> في اشكال حقيقي وهو انه وجهات النظر لا لا تجتمع في جلسه واحده حتى يتمكن الناس من التفاهم على حل هذه الاشكالات. في اشكال حقيقي وهو انه التيارات الاسلاميه بعضها يكفر بعضا. ولما بيحصل عمليه التكفير والاقصاء بصير اغلاق للابواب. فتح الابواب يحتاج الى انه حتى لو انتقدنا حتى لو كانت لنا ماخذ على ما يقوم به الاخرون نخطئه من باب أنه اجتهاد خاطئ لكن لما تدخل مسألة التكفير والتشكيك في النوايا هذا بينفر الناس من الحوار كلامك صحيح أنا أقول لك يعني التكفير كذا يعني الأخوة والكذا وإلى آخره هذا وقف في طرف الغلو لكن أنا حتى هؤلاء كونني قد ابتليت بمجاورتهم وبالسكن وهم من أهلي ومن نفس المدينة أنا أجلس معهم فعلي احنا ان شاء الله بس انتهي بث الحلقات هذه <تصفيق> سوف <تصفيق> يكون لنا سوف أنا أود لقاء اود اود سوف يكون لنا لقاء على الهواء مباشره لك وانا انا اود انا اود من اخواننا بعض اخواننا لذلك هي قلت لك يعني لابد من الصف انه نعكف على بعضنا البعض يعني كان مثلا الاخوان السوريين عندهم استعداد ان يجلسوا مع اي انسان في اقصى اليسار شو شو لكن ما عنده استعداد ان يجلسوا مع عدنان عقله ومع الشباب من امثال عدنان عقله يا سبحان الله لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الـ يعني اشداء على الكفار رحماء بينهم عكسوها وهو هذا بده <applause> بده جلسه حوار بس ومراجعه هذه هذه منهجيه أه أن هد يا استاذنا ابا نازي هذه منهجيه يعني ارجو ان يراجعوا حسابهم فيها الان بيتخذوا قرارات كبيره ما في اي مشوره لاهل الحل والعقد ما يعني العقلاء من اهل البلد يعني يعني فبالتالي قلت لك لما دخلوا في تحالف مع خدام ولما جمدوا المعارضة أضحكوا الناس علينا أضحكوا الناس علينا يعني أنت ما تعرف أن هذا كذاب وبعدين أنت تتحالف مع هذا اللي بنجس بحر ومش مش عنه من الساحل أنا ما عندي مشكلة أنا ما عندي استعداد أجلس مع طاغوت جلس مع طاغوت نجست أربعين سنة وهو يتكى عليه في قتلي ومحاربة أهلنا إجي أنا أجلس معه فالشاهد هذا كله بسبب بعدين بصدر منفتح وبضحكات وبكذا، لكن على العباد الفقراء امثالنا ما في فنصيحتي نصيحه محب ومشفق افتحوا صدوركم لاخوانكم لناسكم انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم. يعني مثل المؤمنين في توادهم والمسلمون و... كرجل واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله اذا اشتكى راسه اشتكى كله هذه المعاني لا بد من ان تتجسد آه هو آه ان ينفتح الانسان على اخوانه المسلمين والمؤمنين لا بد من ان نسمع لبعضنا أولوية والا ستبقى ولكن هذه الفجوات لكن هذا لا يعني والكل يتكلم على الكل ولكن هذا لا يعني انه هو يغلق الباب على الاخرين هو ينفتح على الجميع والاقربون اولى والله لو حصلت نوع مساواه ساوى بيننا وبين الاخرين والله قد معنا ما انا ما ازعل كثير لكن لكن <applause> لكن, لكن هي المشكله يعني انا مش ما أتكلم على المستوى الشخصي يعني آه كل ما استاذ ابا بصير القضيه مش قضيه مساواه او يعني من حيث الانفتاح يعني هي من حيث الانفتاح هي ان, هي ان, ان تسمع ان تجلس أنا الان الان مثلا في سوريا نحن الان نتحدث عن سوريا الشعب السوري كله مظلوم كله مضطهد فأنت تحاول أن تجمع الناس على القاسم المشترك القاسم المشترك هو أن تتخلص من هذا النظام الظالم وتقيم نظام عادل فمن يوافقك على ذلك أهلا وسهلا من لا يوافق فهو في صف الظالم يعني القصد موضوع ثاني إنه... هذا آه نعم. موضوع تاني. فالقصد أنا موضوع أقصد تاني. يعني أنا معك في أنه يعني لا نمانع أي, و... أي إنسان بل بالعكس نحن كل من يقف ضد هذا الطاغوت، حتى من من الفرق الاخرى كانوا من النصارى او غير، نحن نحترم لهم هذا ونقدره و... ويعني و... ونراعيه ونحترم منهم ذلك و... ويعني ولن ننسى لهم ذلك. حتى لو كانوا من الملل الاخرى وقفوا موقف ضد هذا الطاغيه يعني وقفوا لصالح الشعب، نحن نشكرهم عليه ويعني لن ننسى لهم ذلك. ويعني نبارك لهم ذلك لكن آه لكن هذا هذا موضوع والموضوع ال الذي سبق ان كنا نتكلم عنه طيب خلينا نرجع نتبيق... على موضوع اللي... <applause> الموضوع التاريخي يعني انت انت <applause> ال... يعني انت الامير امير المجلس لا العفو بس <applause> احنا طبعا نستفيد حيثما حيثما تقود آه هدي... اقاد يعني انا لا تلميحات آه مفيده آه بينما نسير جيد. في السياق التاريخي جيد. يعني أنا يهمني الآن أن نعرف الخطوة التالية بعد أن حدث هذا الذي حدث فهذا الذي يعني حدث أتبعوه بالتحالف فزاد الطين بلي وزاد الفرقة فرقة ويعني فكل أصبح يعني بمفرده والكل أصبح يتكلم على الكل يعني وأستحضر الآية الكريمة لانها لانها يعني يعني طالنا شيء منها قوله تعالى ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم اي على ما قالوا فنسوا حظا مما ذكروا به فكانت النتيجه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، وهذا مثل ليست لهم كل مره ولنا كل حلوه، اي ايضا انتم يا مسلمون اذا تنسوا حظا من الدين، حظا من التوحيد، حظا من آل مما يجب عليكم فالنتيجه ستكون العداوه والبغضة فحصلت هذا التنافر وللاسف وهذا التنافر استثمروا الطاغوت يعني الطاغيه الأزمات واستفاد الأزمات منه الازمات والكوارث استفادت الكبيره استفاد منه استفاد تؤدي الى حالات من الضعف آه يعني قلت لك مم. يعني هو لو كان لانه هذه وحده الصف مهمه جدا، مم. انا لا يمكن ان اتخذ قرار سياسي تحالف مع آه طرف الى اخره مشان اتلمع في المواقف الدوليه والمحافل الدوليه على حساب الاصل ووحده الصف وقوة السوار وقوة المجاهدين في الأرض فهو شككك في شرعية جهادك يعني عفوا نحن نقول حتى شعبنا كله في الداخل بيقول لك أنا ما عندي استعداد موت في سبيل البعث روح اجيب لك بعث جيب بعث ثاني بشال جيب لي راح أجيب... طيب أب... انتم ف... في ف... العراق في ضيافه البعث قلت لك هذه فهم فهو النظام هو لو كان لو كان له مصلحة أيضاً. لو كان يعني انا ما انا ما اعرف ان ان صدام كان يتدخل في مثل هذه الجزئيات انا لا اعرف انه هل كان يلزمهم بان يفعلوا كذا لكن مجاناً. لا يعني والسياسيون لا يديرون صحيح جمعيات لكن خيريه لكن حتى من قبل قيادات الاخوان لم نسمع منهم انهم ان صدام كان يجبرهم على ان يتخذوا اجراءاتهم لا يريدونها يعني الان صدام راح وبالتالي ما عاد في اشكال انه واحد يعبر عن تلك التجربه يعني يعني سمعنا كلام للاستاذ عدنان سعد الدين رحمه الله في في تجربته لم يقل انه يعني انهم اكرهوا على موقف بل اعتبر التحالف هذا اجتهاد اعظم اجتهاد تطوية توصل اليه الاخوان المسلمين بل انا اقول أسوأ اجتهاد يصلون اليه وكان له انعكاسات سلبيه جدا خسروا الصف فرقوا الصف خسروا جماعات من اخوانهم والتقوا مع مجموعات ثانيه لا تقدم ولا تؤخر على الساحه كما قلت لك يعني هذه الحقبه يعني اعتراها كثير من الـ الـ الاخوان صاروا في طريق السياسي والعمل التحالفي الطليعه المقاتله لان كانت بقيتهم اخونا المجاهد عدنان عقله والمجموعه التي كانت معه صاروا في الخيار العسكري وتتمة الطريق فحصل فتباين المنهجين تباين الطريقين وللأسف حصلت فترة تقاول من هذا الفريق على هذا الفريق ومن هذا الفريق على الفريق أن هذا يتكلم على منهج هذا الفريق وهذا يتكلم م. على منهج هذا الفريق قد يكون بعضهم محق في شيء وبعضهم غير محق في, في, في شيء لكن هذا كواقع كان, كان موجوداً حصلت نوع تباعد حتى وللأسف يعني حصل نوع ظلم يعني أنت من الطليعة مثلا لا يمكن أن تمنح المساعدة الوثائق الكذا الكذا التي يمنحها من كان من التجمع الثاني يعني حصل وللاسف علما مثلا عندما تاتي كانت مساعدات اغاثيه للمتضررين السوريين في ذاك الوقت يعني للمجاهدين وعوائلهم كذا فكان يعني وانا كنت على بينه من هذا يعني اخواننا في الطليعه ما يصلهم شيء من هذا انه انتم من الطليعه تعالوا ادخلوا معنا في التحالف ادخلوا معنا في سياستنا بنعطيكم ولكم كذا هذه ايضا كان طيب انت انت في تلك الفتره أو وصيل انت في تلك الفتره كنت يلا 21 سنه 22 سنه آه. يعني هل الا يحتمل ان يكون مثلا غابت عنك بعض تفاصيل الحاله؟ شوف هو هو تفاصيل يعني شوف مثل هذه الامور اللي عم أحكيها لا يمكن ان تنتسى لانها مستفاضه مستفاضه يعني مثلا كان في بيوت للطليعه موجودة في عمان 20 30 بيت هذا مش ممكن تأتيهم مساعدة من الإخوان في 200 300 بيت تابعين للإخوان ما ينقصها شيء طب هو مين من الذي يملك مفتاح المساعدة؟ لا, لا, لا هي تبرعات من الناس تبرعات من الناس مين بيسمها الإخوان ف يعني <applause> اخواننا دراويش يعني جماعه الطليعه ما عندهم هالامكانيه الدعائيه الاعلاميه م. العالميه كذا، فكان غالب المساعدات تاتي لطرف الاخوان وهذا واقع هذا واقع يعني يعني لا لا لا, لا ينبغي يعني هذه طبيعه الامور، كل جهه آه بتجمع تبرعات آه لنفسها لكن لا هذه شوف هنا, هنا انا اقول م. يعني انا كنت اريد شوف انا حسن البنا بحترمه رحمه الله ما مات صغير عمره أربعين سنه لكن بحترمه ليش بيحترم تعرف بيحترموا لمعاني عده منها انه كان قلبه كبير كان عنده مقدره على احتواء من يعمل مم. على الساحه في زمانه كان عنده مقدره عاليه جدا صور سيد قطب سيد سابق سنة بيعمل له مقدمه فلان بيعززه احسنت عنده مقدره على احتواء اكبر قائد سيد قطب احتواه سيد قطب العملاق احتواه حسن البنا نحن نحتاج لقادة من هذا النوع سيد قطب اللي هو عملاق حسن البنا احتواه استطاع ان يحتويه يضمه الان سيد قطب الان لو توجد له في زمان المعاصر مين بيستطيع يحتوي سيد قطب؟ انما انما العباد الفقراء الامساكن الدراويش امثالنا القرار لذلك نحن نحتاج للقادة ان ان تضم ان تحتوي أن فبالتالي انا ك, ك على راسي حركه كقديمه واباء مراقبين العام كلهم كبار في السن يعني كلهم مثل ابائنا يعني فالاصل ان يعطفوا وان يحسنوا وان كذا لكن هنا شوف انا بدي حتى ما اظلم لانه هذه شهاده يعني الشيخ سعيد الحوا رحمه الله كان عطاء يعني الشيخ سعيد من هذا الجانب ما احد قال له يا شيخ عائلتي في حالي كذا شو معه بيعطيه هذه شهاده أنا كنت على بينه بشيء من هذا الشيخ سعيد رحمه الله يعني ما نستطيع أن نعمم عليه مثل هذا الكلام فكان رحمه الله يعني سخيا كريما معطان هن أهل حماة كلهم كرماء ترى أهلنا كلهم كرماء لكن يعني أهل حماة حقيقة للإنصاف يمتازون بهذه الصفة الطيبة وشعبنا السوري المجاهد كله كريم كريم بدمه الان شعبنا عم يضحي بعز ما يملك بدمه ببيته باطفاله وكذا من اجل ان يتخلص من هذا الطاغوت اللي يعني الجاسم على صدورنا وصدور الامه نسال طيب الله ان يتم الكل الان بعد المرحله هذه ايش صار؟ كم بقيت في الاردن؟ الذي حصل كما قلت ان يعني كل له التوجه فالشيخ انا ما كنت وقتها لا ازال في في, في الاردن يعني وقتها كنت على المعمعات هذه كلها كنت اعيشها <applause> هذه التجاذبات السياسيه والكلمات والى فانا كنت بحكم يعني انا لست متحزبا يعني لكن كنت بحكم يعني التربيه الفكريه المنهجيه التي تربيت عليه كنت اجد نفسي انه اقرب لطرح اخواننا واحبتنا في في الطليعه المقاتله جماعه <applause> مروان واخونا عدنان فيعني ارادوا ان يكملوا المشوار وانا قلت لك انا مقتنع ان هذا النظام وقناعتي حتى الان يعني ما, ما لا يمكن ان يزال انه لا بد من اتمام المشوار في العمل العسكري تتمه المسيره فالاخ عدنان يعني رحمه الله حيا وميتا وقرر ان يتم هذا الامر وكان يعني قراره صائب لكنه يعني كان يمتاز بشيء من الحماس الغير منضبط فادى به الى ان يقع في فخ كبير هو مجموعه من صفه الطليعه وباعتقالهم من تقريبا انتهت الطليعه يعني فكان تحت ربما كانت هناك يعني ظروف اقليميه دوليه امنيه مخابراتيه ايضا وضعته في حاله نفسيه انه لازم يعني هذا يضع علامات استفهام على عباره كان قراره صائبا لا لأنه هو قراره صواب الاجتهاد من خطاه تقرره المعطيات هو قرار قراره صائب يعني انت ص... كيف تلقي بنفسك في مهاوي الردى وان و... هو... وان حسنت النية هو قرار صائب ومانو صائب <applause> كيف؟ صائب انه من حيث التوجه العام ومانو صائب من حيث الخطوات العملية التي اتخذها كان في نوع تسرع هو التوجه العام وجه العام انه هذا النظام لا يحسم معه الا الخيار العسكري لابد من القوة كانت هذه قناعته وقناعته كانت صائبة وبرهانها اليوم أنه لا بد أن لا ينفع معه هذا النظام لا يمكن فمن هذا الوجه كان هو صائب الطرف المقابل كان عنده أنه ممكن التفاوض ممكن الخيارات السلمية ممكن التفاوض ممكن اللقاءات ممكن نجمد المعارضة المهم أنه يعني حتى طلبوا الحوار في الفترة الأخيرة بعد اعتقال عدنان والذين معه الأخوان طلبوا الحوار أكثر من مرة مع النظام النظام رفض فخلاصة خلاصه القول قلت على كل لك. حال كلاهما كان مجتهدا وكلاهما لم يحقق نتيجه يعني قلت لك هذه هذه تقدير الله <تصفيق> تقدير, <تصفيق> تقدير الله يعني لكن هو ايضا في تقدير حسابات تقدير في حسابات آه انت لا تدخل معركه موازين القوه ليست لصالحك فيها آه أنا صحيح آه انا معك انا معك في هذا. هذا. انا معك لذلك قلت لك يعني, يعني أنت الشيخ عدنان أنت رحمه الله كان متسرعا وكان حوله مجموعة يعني انا اقول هذا ايضا فيه عظة لبعض اخواننا يغلب عليهم الحماس او الذين يرفعون اصواتهم ويعني ثم عند الجد والعمل تجدهم يعني في المؤخرة فيعني كانوا يرفعون اصواتهم بدنا نقاتل بدنا كذا وبدنا وبدنا وكذا وهكذا يعني بصوت مرتاح فكان تحت هذا الضغط فاتخذ قراره وكان انا قلت لك قرارك في ضربه قاسمه فقسم فضرب فنزل مم. كان هو الذي كان واحد من نفس المجموعه اللي كانت تصيح في من الناس اللي يصيحوا حول منه حول الشيخ عدنان يعني انا كنت في مجلس في مجلس هكذا مع الشيخ عدنان نفسه والله يرحمه و اثنان من يعني من القيادات في الطليعه واحد منهم اسمه أبو النور درعاوي هو كان صوته مرتفع كتير بدنا عاطل بدنا كذا فكان أنا يخيفني أنا هشوف اللي بيرفع صوته كثير بيخوفني لأنه الزيادة أخو النقصان يعني الحماسيات الزايدة ف الأخ عدنان قال له أبو النور قال له أبشر شيخ قال واحد زائد واحد ليش بيساوي؟ قال له 1000 100 مليون سبحان الله واحد سيد واحد اثنين المهم لما خرج قلت له للشيخ عدنان قلت له يا شيخ عدنان انا اخشى عليك من امثال هؤلاء م. قال لي يا ابو بصير هذا الجوانح هذا ابو النور بعد ان اعتقل الاخ عدنان نزل صار عضو شعب عند حافظ الاسد <applause> وفقعوا خطاب لحافظ الاسد انا بالتلفزيون هكذا احدى الحفلات فقعوا خطاب قصيدي من الشعر لحافظ الاسد يمكن لا تقال في في الخليفه العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا سبحان الله كان يرفع صوته هناك امام اخونا عدنان الان شوف انتقل فهذا مم. النفس كان محاط به الشيخ كان محاط. قلت له انا اخشى عليك من جوانحك المهم وضع في جو كما قلت لك قرر ان ينزل كان في واحد اسمه أبو, ابو عبد الله الجسري ابو عبد الله الجسري طلع هذا طلع نقيب طلع مساعد طلع ضابط في الجيش يعني المخلوق. جماعته كانت مخترقه كانت اه كان هذا بقول لك هذا كان آه لانه كان هي ما الذي كان بيصيح اكثر كان كان مقرب اكثر بقدر ما بتصيح واحيانا مثلا بتسب على الاخوان الكذا وعلى المسلمين الاخوان وسياساتهم وكذا والتحالف بقدر ما فهذا حفظ الدرس فكان يسب على الاخوان كثير مم. و... وبده يقاتل وبده كذا فاصبح من المقربين قال له الشيخ عدنان قال له انا بامن لك طريق وبامن لك قواعد الداخل. الشيخ عدنان تحت هذا الضغط له لطيف توكل على الله فراح مرتب مع المخابرات في الداخل السوري آ... الامور كلها تمام اتصل بالاخ قال له يلا تفضل انزل الامور كلها جاهزه القواعد والكذا وبنستأنف عمل جهاد وعسكري والى اخره فالاخ نزل نزلوا معه شي 60 70 اخ من خيرة الاخوة من خيرة شباب الشام هذول الصف وانا اعرفهم كلهم انا الان اتكلم معك واصورهم في ذهني فردا فردا كان كل واحد يودعنا هكذا مع ما كنا نعرف انهم يعني عم كان يدخلوا افواج ما كنا نعرف انهم عم يعتقلوا وكان بعض الـ الـ الشباب آه انتبهوا بعض الـ الـ الشك والريب فاشترط من الحدود التركية أنه يسلم بندقية هم كانوا يدخلوا من الحدود التركية؟ الحدود التركية والشيخ عدنان أعتقل من الحدود التركية يعني كان يروح على العراق ومن العراق على تركيا؟ لا 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 هذه آه من الأردن كيف يروح من الأردن على تركيا؟ راح تركيا فيه راح على تركيا من هناك كمين مين مشترك فيه كم طرف مشترك فيه لا ما عشان يروح من الاردن على تركيا كيف بده يعدي لا بتطلع بالطيران كلهم اه طيران آه نزلوا على تركيا من هناك يروح آه على تركيا وبعدين يدخل على سوريا ناخذ من هالطرق القشق هكذا على اساس انه هذا آه يعني جسر هذا الانسان العميل الخاين انه يعني مرتب ارجو انه انه يتفاهموا معه اذا وقع في ايديهم ارجو انه يعني لا وهذا الدرس آه كمان يتعلموه آه الثوار خوفا الاختراق آه الاختراق آه آه لانه قضيه الرفع الصوت المزاودة أنا قلت لك المزاودة بخاف منها أنه بدنا نقاتل وبدنا أنت منك أنت نحن بدنا نقاتل فقلت لك فطلع آخر شيء فأخذنا نزل ونزل معه شيء ستين سبعين أخ لكن على أفواج هكذا ف اللي بينزلوا كانوا يعتقلوا كانوا يعتقلوا في أخوة قالوا لا بد من أن يكون معنا سلاح وزخيرة ارتابهم الشكل لأنه عم ننزل ما نسمع أصوات ما أين هم وكان المخابرات السورية تتقمص خط أخونا عدنان وتقمصت خطه ورساله كان ترسل يعني حتى لو يرسل, يرسل رساله أنه أرسلوا لنا المزيد نريد المزيد نريد كذا الأخوة الذين أخذوا السلاح من الحدود قالوا نعطيكم سلاح يعني النظام السوري نفسه هذا الجسري وما نعطيكم سلاح فأعطاهم سلاح لما فوجئوا بالكمين ما دخل 200 300 متر الكمين طوط فالاخوه ارادوا يشغلوا البارودي، وصلت البارودي بدون ابره تك تك ما في وقعوا وقعوا بالكمين فيعني نحن في الخارج يعني حتى كان هذا العبد الفقير انا كنت سانزل <applause> لكن كان مقرر كنت تنزل معهم كنت سانزل معهم انا كان مقرر انه سانزل معهم لكن كان مقرر أن انزل من جهه ثانيه يعني من جهه لبنان وجهه كذا على اساس يعني اقرب لي هناك فكان مقرر انه انزل معهم انا كنت لكن طلعت الريحه انه انه الشباب مع فوصلكم كيف وصلنا الخبر اليقين هو في خبر متاشر نزل واحد من اخواننا فدائي قلنا له انزل واستطلع الامر فنزلنا له شوف قابل واحد اسمه ابو الخير هذا ابو الخير كان مقرب لاخينا الشيخ عدنان وكان عنصر قيادي قلنا له استشف الامر شوف كيف الامر فدخل له هناك أه وين ابو الخير اجى ابو الخير أه ابو الخير مع مرافق قال له يا ابو الخير ممكن اجلس معك على جنب اتكلم معك كلمتين على جنب يعني قال له لا لا يعني هذا ثقه هذا مرافق هو من قبل المخابرات يعني اعطونا تعليم انه ما تخليه يبتعد عنه متر واذا بينعرفوا ممكن يقتل اثنين سوا قالوا لا لا هذا مرافق وثقه تكلم تكلم قالوا لك يا اخي بدي منك دقيقتين بس على انفراد هكذا ممكن تبعدوا لهذا عنا شوي ما بعدوا عنه فظل معه طيله الوقت آه ما اخذ منه لا حلوي ولا مره فلكن لما رجع كان مرتابا ففهمنا انه بعد ذلك الاخبار اخذت تاتي يعني شيء هي مؤلمة على كل حال وهذه نهاية, نهاية مؤلمة لكن هي كيف عرفنا في أخوة هربوا من السجن وأتوا إلى الأردن بال... أخبرونا بالأمر وهؤلاء الأخوة حصلت معهم قصة طيبة يعني ما أدري إن كان الوقت الآن الآن انتهى وقت هذه المراجعة لعله في المراجعة لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله الله. نكمل إن شاء الله جزاكم الله خير بارك